الانترودكشن حاجة مهمة برشا في أي scientific paper، على خاطرها باش تجاوب على سؤال مهم ياسر اللي هو why، علاش الارتيكل هذايا انتيريسون، علاش انت خدمت الخدمة هذيكا، وعلاش القراء ماذا بيهم يواصلوا يقراوا الارتيكل متاعك. باش نشوفوا في الفيديو هذايا كيفاش تعمل انترودكشن تكون انتيريسانت وتعجب الريفيور والقراء في نفس الوقت. كي تخدم scientific paper عندك زوز عواقب أساسية لازمك تتعديها، اللي هو الإديتور والإديتوريال ستاف، اللي هما العباد اللي في نهاية المطاف باش يقرروا هل الارتيكل نتاعك باش تقبل ولا لا. وثاني العباد هما reviewers اللي هما experts اللي باش يعمل عليهم الإديتور باش ياخذ القرار نتاعو. العباد هذوما زوز أهم عباد لازمك توصل تفهمهم كيفاش يخمو باش تنجم توصل وتعدي العقبة نتاعهم باش تنجم تعمل publication. reviewers والإديتورز يركزوا على 3 حاجات أساسية في أي scientific paper. أولاً يركزوا على الكواليتي، خاصة متاع الميثودز ومتاع الرايتينج. ثاني حاجة يركزوا على المسج اللي هو تابع التوبيك، اسكو هو relevant وإلا لي، اسكو هو انتريسون برشا عبيد وإلا لي، اسكو هو يحل مشكلة وإلا لي. وثالث حاجة بالطبيعة الأثيكس اللي هما اللي خدمت بهم، واسكو انت احترمت قواعد البحث العلمي والأثيكس وإلا لي. باش نركزوا في الفيديو هذي على الكواليتي متاع الرايتينج، وباش نركزوا خاصة على الانترودكشن. بعد ما تبعث الساينتيفيك ارتيكل متاعك والإديتور رأى اللي ممكن يكون هذايا انترستينج للجورنال متاعو، باش يبعث الارتيكل متاعك الريفيور باش يكونتاكتيه، وراه لازمكم تعرفوا اللي هو يقول له حاجتي، يا اما الارتيكل هذا از بيرفكت وقتها باش نقبلوه، ما كانش ريجكشن وانت رايد. راهو اغلبيه لي زارتيكل اللي هما سبميتد للجورنالز هما the type original articles، معناها فيهم introduction كstructure أساسية في الارتيكل. أما راهو أغلب الارتيكل اللي تصير فيهم rejection هما the original articles. هذاك علاش من المهم برشا كي تكتب original article تركز على steps متاعهم الكل. هذاك علاش reviewer واحد لازم يراه كينو إنسان داخل عنده قفة يحب يعبيها، يحب يعبيها بالأغلاط اللي writer عملهم، الأثر عملهم. تخيلها تخش عليك الارتيكل متاعك هو شجرة فيه غلة، الغلة هذيك هما الغلط. إذا كان الغلط هذوما والغلة هذي قريبة للريفيور سهلة وأكسيسيبل وواضحة خطرهم أغلاط كبيرة، ريفيور كي بشي رأى الشجرة متاعك بشي لقطك الأغلاط هذوك يعبي القفة متاعو بسرعة من الانتخدوكسيون ويقولك ديركتمو ريجكشن. من المهم برشا أنك تبعد على الغلاط هذوما وما تعملهمش، ما تعملش الأغلاط obvious كما نقولوا نحنا اللي ريفيور يكبتيهم على الفور ويلم بهم القفة متاعو ويهز روحه ويمشي. كي تجي تكتب introduction حاجة مهمة ياسر انك تكون concise short 10% اكاهو من البيبر يكون فيه introduction. علاش؟ على خاطر في الانترودكشن جينيرالمون ومبدئيا باش تحكي على خدمة العباد الاخرين ماكش باش تحكي على الخدمة متاعك، هذاك علاش ماذا بيك ما تطولش. اول حاجة تبدا بجملة ولا اثنين على الباكجراوند باش تلانسي فيها التوبيك، باش تحط القارئ الريفيور في الصحن، معناها على شنو باش نحكيو بصفة عامة. ما تحاولش تقول حاجات obvious خاطر هذيك مبالغ فيه وثرثرة فقط. مثلا ما تقولش اللي التوباكو هو الأول سبب في اللانج كانسر، خاصة كانك أنت باش تبعث الريفيو اللي هي سبيسياليزي في اللانج كانسر، حاجة معروفة على الأخر. أمواك الخدمة متاعك على التوباكو زيد أنك تقول جملة كيما هكا، حاول الباكجراوند متاعك يكون مختص أكثر شوية، خاصة كيما قلنا كي تبعث الارتيكل متاعك ريفيو مختص. من بعد ما حكيت على الباكجراوند وأنونسيت التوبيك شنو، باش تعمل state of the art، باش تحكي على what we know about the topic، شنو الحاجات اللي معروفين. ما تحكيش زادة برشا، جملة وإلا اثنين reference وإلا اثنين باش تحكي فيهم على خدمة العبيد الاخرين. ثالث مرحلة هي gaps، معناها الحاجات اللي ما نعرفوهمش على topic هذاك، what we don't know، شنو ما challenges، شنو ما المشاكل. وهوني تنجم تطول شوية على خاطر هذاك هو اللي يخلي القارئ يرى اللي topic ممكن يكون interesting وماذا به كامل يتبع للاخر. قول شنو هما المشاكل الموجودين في التوبيك هذاك، شنو هما الاسئله اللي معنيش عليهم اجابه. وقتها بعد ما تكمل الجابس هذوما تتعدى للاوبجكتيف، معناها باش تقول الاوبجكتيف نتاع الخدمه نتاعك، الكويشن اللي انت سالتها شنية، الواي نتاعك شنية اللي هي اهم حاجه من الارتيكل نتاعك. ركز فيها مليح كيفاش تكتب الواي نتاعك، على خاطر ساعات الريفيور والقارئ ما يقعدش يقرا في الجزء الاول نتاع الانترودكشن، ينقز ديريكتومون للجزء الاخراني اللي هو اوبجكتيفز الكويشن الواي نتاعك انت. نعطيكم زوز امثله نتاع طريقه
تقديم الخدمة نتاعك اللي تنجم تخلي الريفيور ديريكتومون ياخذ عليك فكرة خايبة ومن الاول ينوي انه يعمل لك ريجكشن. اول حاجة كي تبدا فما كلمة our experience كلكو باغ في الانترودكشن، عملت الباك جراوند، حكيت على what we know، جيت على what we don't know وقلت باش نحكيو على our experience. هوني الريفيور يفهم ديريكتومون اللي انت ما عندكش فكرة فاش قاعد تعمل، ما عندكش ميساج، ما عندكش اوبجيكتيف ديغيير، جست عندك دي دوني في البلاصه اللي انت تخدم فيها حبيت تلمها وتعمل بها ساينتيفيك بيبر لسبب او لاخر. هذاك علاش ماذا بيك تبعد على ابعد ما يمكن على اور اكسبيرينس، خلي ديما عندك اوبجيكتيف، عندك هدف من الترافاي نتاعك ووريه للقراء نتاعك وللريفيور. ثاني حاجه معروفه هي التوندونس اللي صايره في الفتره الاخرى اللي هي سير داتابيس. يجيو عبيد يطلعوا على سير داتابيس، يطلبوا الرخصه باش يطلعوا عليها ويلموا معلومات ويعملوا منها ارتيكل. واضح اللي هي المعلومات هذه موجوده قبل حتى الفكره، دونك ما تنجمش تكون ريليفنت للبرشا عبيد، خاصه ان لي دوني الموجودين في السير داتابيس ما مش واضحين برشا وفيهم برشا ميسينغ داتا. دونك هذوما العبيد يعطيو ميساج كونفو ماهوش واضح، ماهوش انتريسون برشا، وحتى الكاليتي نتاع الخدمه والديتا الموجوده ما هيش مهمه ياسر. دونك مثلا هذوما دو زيكزامبل نتاع غله، معناها غلطه كبيره ينجم الريفيور ديريكتومون يكابتها وياخذ عليها فكره خايبه. Donc to summarize, l'introduction عندها format entonnoir كيما هكا تراو في التصوير. نبداو من العام للخاص. الجزء الاول السكشن الاولانيه فيها الباكجراوند، كلمه ولا اثنين على التوبيك شنو. السكشن الثانيه باش نحكيو فيها على what we know about the subject، كيف كيف جمله ولا اثنين reference ولا اثنين ما نفوتوش. الجمله الثالثه هما what we don't know about the subject، والجمله الرابعه تمشي ديريكتومون تحكي على الobjective، على الواي نتاعك وعلى الكيستيون اللي انت باش تسالها في الارتيكل نتاعك. باش نحكي لكم حاجه انا نعملها، عندي 10 سنين ملي بديت نكتب لي زارتيكل ونحس روحي تحسنت في حاجات. فما حاجه عاونتني بالكدا في الانترودكشن وحتى في الارتيكل الكل هي اني نبدا نكتب الانترودكشن بالمقلوب، معناها لونتونوار كيما تشوفوه بالمقلوب. انا نعرف روحي شنو باش نخدم، نعرف الاوبجيكتيف نتاعي والمساج اللي نحب نعديه. اول حاجه نكتبها هي the aim of my study etc. نكتبها هي الاولانيه، ومن بعد نبدا من السبيسيفيك للجنرال، نبدا نخرج شويه بشويه للتشالنجز للحاجات اللي وي نو والباك جراوند. علاش نلقى اللي الطريقه هذه سهلت عليا، خاصه اكل رايترز بلوك سيندروم اللي تحط باش تكتب ومخك يتبلوكا وماش نجم تكتب حتى شيء. كي تبدا بالاوبجكتيف اللي هي الحاجه الواضحه الاساسيه في مخك سهل عليك عمليه كتابه الانترودكسيون. مي مش معناها هذه احسن طريقه، فما طرق اخرين كل واحد وكيفاش يرى روحه مرتاح. المهم ان الكلنا نحترموا الستركتشر هذه. هكا كي يبدا الريفيور يجي باش يغزر للشجره نتاعه ما يلقاش فما اغلاط واضحين من الانترودكشن، يقول ايه انترستينغ خليني نكمل نقرا الميثودز والريزالتس. اما لازمكم تعرفوا اللي زيد الميثودز والريزالتس حاجه مهمه في الارتيكل ما يلزمكمش وما تتلهيوش بهم. وصلنا لنهايه الفيديو هذه، ان شاء الله عاونتكم وبسلامه الناس الكل.